أحسن الله إذا تدخل في ثلاث كفاء فقد قطعت رحم خير لإتمام الصلاة، ثم جاءت جماعة متأخرة فقدموا المأموم المتأخر هذا ظنا منهم أنه منفرد. السؤال: ما حكم صلاة المأموم المتأخر؟ وما حكم صلاة الجماعة المتأخرة خلفه؟ وكيف يتعامل الإنسان مع هذا الموقف إذا كان غير جائز؟ هذا خلاف الأولى. الأولى أنهم ما داموا جماعة يصلون وحدهم، جماعة فاتتهم الصلاة فيقدمون واحدا منهم ويصلون جماعة، وليسوا بحاجة إلى الذي قام يقضي ما فاته، هذا يتم صلاته وحده لأنه من جماعة الإمام الأول يتم صلاته وحده. وأما هم فيقيمون جماعة من أنفسهم، هذا هو الأولى والخروج من الخلاف أيضا. وعلى كل حال من فعل هذا لا نقول إن الصلاة باطلة، صلاتهم صحيحة لكنها خلاف الأولى وخلاف الأحسن. نعم.